بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه النهارده عندنا تيست الوحده الرابعه في ملخص توب. تيست الوحده الرابعه في ملخص توب ده قلنا يعني عشان الناس اللي معاها الكتاب وحل التيستات ديت تراجعها معانا. بس قبل ما اقول تيست الوحده يونت 4 هنقول الاول تدريب المتميزين بسرعه كده معانا عشان نلاقي الحل وعايز يتاكد من اي جمله. It was really bad experience but on the positive side على الجانب الإيجابي أنا اتعلمت منها كتير. هي كانت تجربة سيئة بس على الجانب الإيجابي positive side. People say that he has killed her husband. She has killed her husband. Which is what? الذي يكون ما. Which is what? الذي يكون ما. لا نصدقه او لا نعتقد. طب هو غلط لوحدها لانها تبقى عدى على الهازبند. المفروض بتكلم على الجمله كلها. ويتش از ويتش غلط. الذي يكون الذي المفروض الذي يكون الشيء الذي لا اصدقه. اي ثينك يو شود يجب عليك دايركت اللي انت توجه مجهوداتك تجاه اعمالك. وجه المجهودات بتاعتك تجاه اعمالك دايركت يوجه. اي فاينالي اجريد تو اتند هير ويدنج. أنا في النهاية وافقت إن أنا أحضر حفل الزفاف. I had refused to go there. I had refused. حدث أول. أنا كنت رافض أروح هناك. حدث أول. I had refused. Is that أحمد زكار؟ هل دي عربية أحمد؟ Whose price اللي سعرها؟ مالك ومملوك. Whose price؟ If the opposition لو المعارضة were in the government لو المعارضة كانت من الحكومة أو في الحكومة they would nothing useful for the country لو المعارضة بتاعت الحكومة من أعضاء الحكومة نفسها مش هيبقى فيه فايدة للبلد. يعني قصده مفروض المعارضة للحكومة يكون من برا الحكومة. In that Olas ده طبعا اقتراح علا. You are enthusiastic about which عشان enthusiastic عايزة about. حروف الجر اللي قبل which بتختارها على حسب الجملة. Enthusiastic متحمس عايزة about which. The prize went to ليلى. الجائزة ذهبت إلى ليلى. طب منحت awarded عايزة was awarded. منحت عايزة بسف was awarded to ليلى. طب وانا أقول الجائزة فازت ليلى غلط. اللي بعدها يا جماعة he will have finished and gone home. gone معطوفة على finished. قبل ما أنت توصل هيكون وخلص وروح للبيت. دي معطوفة على finished التصريف الثالث معطوفة على التصريف الثالث. How many times did your uncle who writes children's fiction win يعني يفوز بالجائزة. win دي ليه في المصدر عشان did عايزة بعدها الفعل في المصدر. win يفوز بالجائزة. فعش was awarded بعد did. فعش did was كده غلط. What has أحمد done for Noah of which حرف الجر بتاع appreciative مقدرة ومحترم of appreciative of قابلتنا قبل كده برضو دلوقتي يا جماعة. For people who have diabetes الناس اللي عندها مرض سكر eating two sweets أكل الحلوى خطير بدرجة إيجابية positively. إيه خطير بدرجة إيجابية؟ خطير بدرجة إيجابية على الخطورة بتاعته كبيرة جدا. أما لو قلت negatively خطير بطريقة سلبية يبقى ملوش خطورة. يبقى كده الخطورة بتاعته سلبية مفيش خطورة. خلي بالكم يا جماعة positively وصفت مين؟ dangerous. دي وصفت كلمة dangerous. فهنا طبعا انت بتوصف الخطر نفسه فالخطر ايجابي. يعني ايه الخطر ايجابي؟ يعني له ايه؟ له فاعلية كبيرة يعني. اما لو قلت خطر سلبي ما ملوش فاعلية. هذا المقصود من الجملة يعني حد يعملها نيجاتيفلي تبقى مشكلة. اللي بعدها يا جماعة بقى التست بقى. Normally people عادة الناس بتجادل من اجل اشياء شايفين ان هي تتعمل argue for. اللي بعدها ذات عايد على ذا تانك التانك الذي انفجر. I have read a newspaper article قرأت مقال اللي فيه in which اللي فيه in which no one can deny Dr. Ash's pioneering role الدور الريادي في الدفاع عن حقوق المرأة pioneering role. Cotton clothes are suitable مناسبة. If you ask me I think you should apologize or you must apologize for what تعتذر على ما قلته. what معناها ما. طب لو which او ذات عايزين قبلها الحاجه for the thing ذات اعتذر على الشيء اللي انت قلته. for the words كان حط اسم الحاجه هنا
عشان اختار which او that. When she was awarded, عندما هي منحت. كلمة award يمنح، تنفع تلقت received بس من غير passive. When she received، عندما هي تلقت. received صحيحة بس من غير was. وجود برضو صح بس من غير was. جود حصلت على وreceived ينفع بس من غير was. مش عايزين passive يعني. When I was in Britain I stayed with an English family who. لما يكون الأسرة أسرة بتاخد هو أو ويتش، بس الأفضل طالما بنتكلم على الأعضاء، أعضاء الأسرة، بنتكلم على أعضاء بتوع الأسرة، ناخد هو الذين يعيشوا. الجملة التاسعة. Your grades، درجاتك are impressive، درجاتك مبهرة يا دينا. Impressive. Most of the people whose houses اللي بيوتهم. علي has a degree، قلنا degree يا جماعة الشهادة الجامعية اللي انت هتحصل عليها. degree. Lord of the Flies is a story، هي القصة in which اللي فيها مجموعة من الأطفال تشتتوا على جزيرة. مستر عزمي was left in charge of، مسؤول عن، in charge of. After which، عايدة الجملة كلها. Who was the youngest person to complete a solo، solo معناها فردي. هم قالوا لي يا جماعة يشعر بالعزلة، خد دي كتير بقى، الناس خلاص حفظتها. solo بمعنى فردي أو بمفرد وصفة أو حال. Who، عايدة على Ernest Nightingale. Pilot's license، رخصة الطيار. ويتش عايدة على الحدث كله، قررت لما رحش معهم اللي ندمت عليه. ويتش عايدة على الحدث كله. ويتش عايدة على فيليج، أي اسم مكان بعد النقط فعل تاخد ويتش. effective، طريقة فعالة. effective way يعني طريقة فعالة، يعني لها نتيجة. يا جماعة effective ديت بحاجة اللي لها نتيجة مرغوبة منها، يعني بتجيب حاجة إيجابية على طول بالفور، مش حاجة إعجاب وخلاص. هي خاصة بتيجي فعلا مع الأدوية كتير، بس هي ممكن بتيجي مع أي حاجة لها نتيجة إيجابية بطريقة فعالة. appreciate، award منحة أو جائزة. award for winning، مرة award مكافأة. in which، الرواية اللي فيها الشخصية نفسها تكون كذا. my sister منال who اللي انت شفتها امبارح is married with two children، متزوجة ومعها طفلين. who خد ناس ذات ليه عشان الكومة. personal life، الحياة الشخصية. personal life. منال is the girl، هي البنت whose morals اللي أخلاقها are the best. nothing at the party has the guests except for the food and the drink. بقول لك nothing in the party has، طبعا ما فيش حاجة في الحفلة أبهرت الضيوف ما عدا الطعام والشراب. يبقى impressed، أبهرت. كلمة impressed معناها يبهر. 10 o'clock in the night at which، عشان في حرف جر، ما ينفعش ذات عشان حرف جر. the man by whom، اللي انا بقف بجانبه، stand يقف بجانبه. by whom، بجانبه. اللي بعدها يا جماعه the most suitable، اكتر بلوزه مناسبه for the skirt. suitable يعني مناسب. القطعه دي موجوده في الورك بوك قبل كده، حليناها او هتلاقوها محلوله في امتحانات الورك بوك. رساندرز فيس اللي الفصل الثاني بقى is slightly different، مختلف بطريقه طفيفه عن ما هي وجه الملك. طبعا هو قال الوجه رساندر يعني قالت الثينر ارفع، مش جايب كلمه قالت الثينر هنا، فاحنا خدناها ايه slightly different. the aim of، الهدف من خطه سابت فور ذا كورونيشن اللي هم ريسكيو ذا كينج اند ذا كراون، اللي هم ينقذوا الملك والتاج بتاعه ولا يغيظوا مايكل ولا غيره. بعدها on the night before the coronation the king and his men agreed that، اتفقوا رقم سي لرساندر shouldn't attend the coronation، لما اعترضوا يا جماعه ورساندر قال لهم انا فهمت المشكله وهروح على بلدي. مايكل سباي اي، سباي يعني جاسوس. العين الجاسوسيه لمايكل في الهانتنج لوج هي جوانز ماذر، فاكيد هي اللي بلغتهم اصلا بخطه سبت. هل تعتقد the king doesn't take matters seriously، الملك لا ياخذ الامور بجديه؟ yes he was indifferent، كان لا مبالي. he ate a lot، اكل الكثير before the coronation. he didn't pay attention to the coronation. do you think Rasandar is really knowledgeable person، شخص على معرفة كبيرة. knowledgeable معناه مطلع او على معرفة كبيرة. هتقول طبعا yes، طبعا Rasandar على معرفة كبيرة اللي هو عارف لغات كتير من languages.
طبعا اللي هو برضو عارف اللي هم ايه مش موافقين اللي هو يحضر الكورونيشن، he shouldn't attend the coronation، وقال لهم I understand that و I must go back to my country أو أي حاجة تانية مفيش مشكلة. هل تعتقد إن سابت رجل مغامر؟ طبعا لما اقترح على رساندر هو يكون الملك، when he suggested رساندر should be the king, all he knew that رساندر would be recognized، ممكن يتعرف عليه. مستر ناصر is leaving home for work. He asks his wife to get him his umbrella. طبعا بيطلب منها تجيب له ايه الامبريلا بتاعته. لا طبعا مستر ناصر يقول لها can you get me the umbrella؟ او can you get me the umbrella؟ ممكن تجيب لي الشمسيه. can you get would you like could you get me the umbrella؟ قالت له okay but I don't know، ولكن مش عارفه where it is، اين مكانها؟ where it is، عشان في اخر نقطه where it is. Is there in the bedroom؟ be quick بسرعه. طبعا لها هي موجوده في حضره النوم، be quick بسرعه. don't worry it is too still، لا طبعا I am late، انا متاخر بسرعه عشان انا متاخر على الشغل، I am late for work. قالت له it is still early، لسه بدري يعني. it's windy، what is the weather like؟ هتقول له الطقس عامل ايه؟ what is the weather like؟ انت عايز الشمسيه ليه يعني؟ what is the weather like؟ او انت عايز ليه الشمسيه؟ why do you want the umbrella؟ It's cloud I think it's going to rain. It's going عشان في دليل. It's going to rain. I hope not. أتمنى لا. Again the city will be flooded. هتقول له لو مطرت تاني المدينة هيتفض بالمياه. If it rains. حالة if الأولى. If it rains. لو ما تمطر تاني المدينة هتفض بالمياه. الترجمة you can achieve what you aspire. Aspire يعني تتطلع إلى. أنت ممكن تحقق اللي أنت بتتطلع له أو تطمعه. As long طالما You are determined، عندك عزيمة أو تتحلى بالعزيمة. يمكن أن تحقق ما تتطلع إليه طالما عندك عزيمة. Behind خلف كل رجل ناجح امرأة، الذي يوضح كم عظمة النساء. تقول الدولة عناية فائقة، قلنا ديت معناها give you care to، يبقى the state give you care to. احفظوا التعبير ده يا جماعة، بيجي كتير جدا يهتم اهتمام كبيرا ده. الأولويات قلنا أولوية معناها priority، يبقى priorities أولويات. On the top of a priorities معناها الأولويات. top يعني رأس. priority اللي هي المفرد. priorities أولويات دي الجمع. تشغل المرأة المصرية، تشغل take up وممكن تعملها hold، يبقى the Egyptian woman holds أو takes up a lot of important posts، مناصب يعني posts أو positions in the government. ما تنسوش بعد الفيديو ده يا جماعة في تشابتر 3 الفصل الثالث في فيديو آخر بعد دوت.